شاهد كده في الاجواء اللي انت عشتيها. اكيد اكيد فرق كبير، ان انا مش عايشه في بيئتي الطبيعيه. انا كده بغير العوامل الطبيعيه اللي انا اتخلقت ان انا اعيش فيها. طيب دي الصوره اللقطه المشهد ده وهي تحت الميه لما ده كسرت ساعه الرقم المايه. العالمي. تمام، وايه اليافطه مكتوب فيها كلام بالانجليش؟ الاستاف كل واحد كتب لها No, كلمه it's وكده. it's it's 1300 معناها الساعة واحدة الظهر. Congratulations, you broke بتوثق اللحظة. ده نمبر طبعا، لأن ده شرط أساسي من شروط الإيفنت. وده السرير اللي ده السرير اللي قدام ده السرير اللي قدام الغطاسين. تمام، وده المركب ده في ده كله بقى نط في المية لما كسرت الرقم بقى كله. كله تمام. فرحان قبل ما تطلع بخمس ساعات ونص. ريم، اللحظة اللي طلعت فيها من المية أول حاجة عملتها إيه؟ بعد 56 ساعة. مش بتكلم بعد 5 ساعات، 56 ساعة، يعني ايه اللحظة اللي عملتها وما طلعتش من المية؟ اول حاجة عملتها قلعت الماسك بتاعي وشلت الريجليتر من بقي عشان هتنفس هوا. عايزة هوا بقى. عايزة هوا. وعملت ايه يعني اول حاجة عملتيه، اول مكالمة تليفونية كلمت مين؟ مين كلمك؟ ما فيش، كان في حضن كبير مش هنا فاكرة. على كان السلم يعني. اول واحد قابلته كان بابا. ايه المشاعر بقى، كانت ازاي ساعتها؟ قولي اتكلمت. لا، حضنني هو الأول، سألني زي ما حضرتك، هو سألني إن هو ظلمني في حاجة، قلت له لا. بعد كده عيط، خدني وحضن. لحظات مؤثرة فعلا، لحظات مؤثرة. طيب الأستاذ أشرف، إيه الرسالة اللي تحب توجهها وإحنا عندنا بنت مصرية حققت رقم قياسي، سواء اعترفت بيه موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية أو لم تعترف، استقبال وزير الشباب والرياضة، إيه الرسالة اللي ممكن تقولها في اللحظة دي لريم؟